تحضيرا لاستقبال 3 ملايين مسافر خلال موسم الاصطياف المرتقب، خصص مطار الجزائر ما قيمته 5 ملايير سنتيم لاقتناء معدات جديدة للمطار على غرار عربات نقل الأمتعة وإعادة صيانة المصاعد الإلكترونية وتسديد أجور الموظفين الموسميين. اولا قلت لك جبنا 1000 شاريو 3 ملايير سنتيم ديجا غير لي شاريو بلي بلي سكوتر تاعهم هي سويت واحد 3 ملايير سنتيم زيد يعني عندنا التوظيف يعني تاع الطلبه اللي راه يسقبنا الصالير تاعهم هي سويت بوندون 3 موا زيد صيانه لان كاين صيانه اللي نديروها بالمهندسين والتقنيين تاعنا وكاين صيانه نديروها عندنا عقود مع شركات يعني برا اللي يجي دير الصيانه تعاودنا لي بياس تعاود الى اخره دونك تقريبا تقول البيدجي يسقى منها واحد زياده يعني على المواسم الاخرى واحد 4 ملايير ولا 5 ملايير سنتيم. مطار الجزائر الذي يسعى الى تحسين خدماته عبر توفير كل الامكانيات اللازمه تحسبا لفتره الذروه مع حلول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في عدد الرحلات الجويه سيوظف 50 عاملا جديدا بدءا من شهر جوان المقبل. نديروا بعض الطلبه نزيدهم يعني في الصيف ندخلهم يخدموا باش بروريونتي لي باساجي باش يعاونوا المسافرين ما نقدرش كل عام كيفاش دونك لان الطلبه كاين اللي نديرهم لي شاريو كاين نديرهم لورونطاسيون الى اخره دونك قولي واحد 50 هكذاك. في انتظار افتتاح المطار الجديد نهاية 2018 تبقى طاقة استيعاب مطار الجزائر لا تتعدى 6 ملايين مسافر.